يا مساء الورد والياسمين على اغلى الناس وشراكم راكم غالياتين ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير ونتمنى على فيديو هذه تلقاكم من كامل متهنيين وفي احسن الاحوال يا ربي امين نشكركم كامل على التعليق اللي خليتوها في لا السابقه ربي يحفظكم وربي يفرحكم وربي يرزق كل وحده فيكم بواش راهي متمنيه قولوا امين يا البنات وان شاء الله ربي يرحم كامل والدي اللي توفى بزاف اللي خلاو لي خلي في لي كومونتير قريت لي كومونتير تاعكم كامل اللي توفى الوالد توفى الام تاعها اللي توفى الزوج نتاعها ربي صبركم ان شاء الله بيعوضنا يعوضنا بالصبر وربي يجعلهم في الجنه ان شاء الله وربي يحفظ كامل الوالدين اللي مازالوا حيين ويرزقهم الصحه والعافيه طول العمر امين يا رب العالمين هنايا البنات جيتكم فيديو خفيف ظريف روتين كيما والفتوني وكيما الروتينات اللي تحبوها نتوما آه بون قبل ما تكملوا لا فيديو ما تنساوش دوك تخليو جيم وكومونتير وما تنساوش القناه باش تزيد تكبر العائله تاعنا واللي جاوا معنا جدد القناه نرحبوا بهم ونقول لهم ما تفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد تاع لي فيديو هنايا البنات كيما راكم تشوفوا صبحت على الشوم غزيت الفريش فرستها فرشت السرير وشوفوا هذيك السوسه تاع انا نخدم وهي معايا منه ومنها. على بالكم هي ثاني كانت من الاسباب اللي خلاتني اني نطول على القناه لانه بسلامتها حركيه بزاف وناشطه بزاف عمركم نعسها منغفلش عليها آه يعني نخاف هكا كش ما دير تبربش كش ما تطيح يعني تلقاوني دائما عيني عليها كيما راكم تشوفوا راني نخدم وهي معايا فوق السرير منه هنا ربي فدار ربي يحفظ لكم وليداتكم ان شاء الله يا ربي واللي ما عندوش نقول ان شاء الله يا ربي يرزق كل محروم الذريه الصالحه يا ربي هنايا البنات جيت نوجد جينا باش نروح لجانة باسكو شوفوا الروتين تاعي البنات ولا وليت نخدم خدمتي في الليل صباح يعني بقيت ما ندير والو نوض نفطر نوجد جانا نمشي لها شعرها نلبس لها نبعثها تقرا وهكا نغسل ما عندنا الفطور كش ما يكونوا عندي قش نحطو يتغسل ولا وخدمتي تاع التياق وداك نديرها في الليل على خاطر الصباح نقول يا ربي حابين نصبح مع جانا وكامل ومن بعدها تقرا ومن بعد هي البنات نروح لها انايا باسكو تخرج على الوحده تروح عند ماما وتولي على ثلاثة. يعني نروح لها جوية ساعتين نديها تقرا على ثلاثة ونستناها حتى الخمسة كي تخلص نجيبها ونجي نروح يعني بخاسك البنات هذا هو الروتين تاعي ولا هكا يومي يعني يومي برا وجينا نروح نديوها على ثلاثة تقرا ومن بعد نستناها على الخمسة حتى تخرج نجيبها ونجي نروح أه يعني دوكا راني مسحليتها راهو الجو مليح يعني ما كانش ما كانش البرد ما كانش سخانة أه يعني الحالة يعني ماهيش مليحة يعني صراحة احنا صح في في الخريف يعني ما مش وقتها كامل نورمالمون رانا في بدا يبردل انا داخلين في نوفمبر يعني نورمالمون بدا يبرد الحال انه يعني ربي يجيب الخير ان شاء الله يا ربي يعني نحس انه ربي سبحانه بالك راهو غاضب علينا راكم تشوفوا واش راه صاري مع خاوتنا في فلسطين ان شاء الله يا ربي يا ربي يرحم الشهداء وان شاء الله يا ربي يفك عليهم هاد الحرب هذه وكيما نقولوا ما باليد ما حيلة رانا نشوفوا فيهم ونتعذبوا معاهم مي ان شاء الله ما عندنا ما يعني يدينا مربوطين ما عندنا غير الدعاء انه ندعيو لهم في كل صلاه ان شاء الله يا ربي يرفع عليهم هاد الحرب وربي يرحم الشهداء وربي يحفظ اللي مازالوا حيين وربي يشفي المصابين والمرضى يعني صدقوني اليامات هادو رانا نمروا بواحد يعني الاوقات يعني يا ربي يجيب الخير نشوفوا فيهم بعيني انا بكم ما قدرتش كل ما نخش للفيسبوك ولا نخش لانستغرام على بالكم غير هما غير لي فيديو تاعهم سورتو تاع الاولاد الصغار امنوني نتفرجهم ونبكي يعني ربي من فوق راهو يشوف وراهو على باله بكل شي ان شاء الله يا ربي ينتقم لهم من من, من هذوك الاولاد مساكن اللي تعذبوا وراحوا الوالدين اللي تحرقوا قلوبهم على والديهم آه ان شاء الله يا ربي تحبس هاد الحرب برك هذا مكان كان و... وربي يكون الخير ان شاء الله آه كيما قلت لكم يا البنات آه هنايا وجدت روحي وجدت جينان وهزيت الجانا قشها باسكو هاد الصبحه دارت سبور يعني ديت لها رحت في سيرفات ديت لها قشها باش تروح تقرا فيه العشيه ووجدت جينان معايا وهنايا رانا هابطين يعني نروح لدارنا آه نريكوبيري جانا يعني من الدار نديها الساعه ندخلها تقرا وجينا ديما القيلوله تاعها عند ماما يعني ما نرقدهاش يعني جات كي انا وياها شوفوا لهنا راهي رايحه هابطه رايحة ورايحه في الدروج قلت لكم ما تخافش بسلامتها وما تهابش انا نعيط عليها نقول لها سمي ما جيت نقفل الباب شوفوا كيفاش راهي رايحه بلا ما راهي خايفه آه قلت لكم القيلوله تاع جينان ولات دائما عند ماما يعني ما نرقدهاش نتغدى انا وياها ومن بعد نلبس لها ونهبطوا عند ماما هنايا دخلت جينا رقدتها الساعه هي الاولى نحبها تريح شويه باسكو في ما ترقدش ترقد لي بكري العشيه ومن بعد ديت جانا كما راكم تشوفوا ها هي دخلتها على ثلاثة آه تقرا وهنايا بعد ما ريكوبيري جانا العشيه على الخمسة ورحت روحت هنا جيت عمركم خش على الخمسة نخش كي نجي نشوف نوصل للدار حوالي خمسة ونص يعني نحكم نص ساعه هكاك في الطريق ونطلع في البيس يعني ما نطلعش هي نقدر نطلع رجليا مي جنان تغلبني يعني تمشي بشويه وكي نهزها نعيا ما قدش نهزها بزاف يجعوني يدي من هاي بنفضل نطلع في البوس نطلع في البوس يعني برسك كي تعود ما كانش سيركيلاسيون لا تلقاوني عشرين دقيقه هكاك وانايا في الدار كي نطلع للبنات نحي قشين نحي قشهم قشي نروح طول طول العشاء يعني ما ندير والو ديريكتومون للعشاء هنا يا بنات جيت ندير غاتا اه تاع البطاطا بالبيشاميل اه كان عندي شويه تاع سكالوب وشويه تاع لا فيوندا جي في الكونجيلاتور هنا جبت اه حبه بصله صغيره قطعتها كيما راكم تشوفوا اه صغير صغير و... وسك... وسك... وحكيت لها زوج سنات تاع وحكمت هذاك السكالوب اللي عندي راهو كميه قليله كيما راكم تشوفوا راني زدت له هذيك لافيونداشي باش تجيني زاكيه قطعتو هو تاني كيما راكم تشوفوا بتيدي وخليت هذيك البصله تتقلى يعني انا نقطع في هذا السكالوب وداك البصله راهي تتقلى حتى ان تدبل خلاص درت لها لي زيبيس وهزيت وملح فلفل في في الكحل راس الحانوت آه كركم وتوابل تاع الدجاج هكا وخليتها تتقلى مليح زدت لها داك سكالوب كي تبالت حتى نتبالت لي زدت لها داك سكالوب وزدت هذيك لا فيون داشي ومن جهه راني نقلي في البطاطا قليتها مكعبات كيما راكم تشوفوا كمل طيبت هذاك سكالوب وهذيك لا فيون داشي مليح مليح كي طابت لي البطاطا كامل خلطت هذاك هذاك سكالوب لافيون داشي تجي بزاف بنينه يا البنات هاد الكغاطا يعني سورتو كي تقلي كي ديروا هاد سكالوب و... وتقدروا يعني تعتمدوا سكالوب وحده لافيون داشي وحده يعني ماشي شرط ديروا سكالوب وفيون داشي أه كي تقليهم مليح بالبصله واش نقول لكم تجي فيهم واحد البنه أه يعني هذيك هو اللي حيمد البنه لهذيك الكغاطا تاعكم انا راح ندير بيشاميل عادي يعني كامل تعرفوا لا تاع البيشاميل راهي سهله مغرف زبده ندوبها فوق النار كي بنزيد نزيد لها مغرف كبيره تاع فرينه نقلي هذيك الفرينه مع الزبده ومن بعد نزيد الحليب ونحط الفرماج ونخليها فوق النار يعني حتى تعقد ومن بعد يا البنات نصبها فوق هذا الكغاطا اللي وجدناه وندخلها للفور يعني كل شيء راهو طايب جست باش تحمر لي هذيك البيشاميل من فوقه وتنشف لي شويه بالنسبه لهنا الفرماج غابي من الفوق ديروا يعني اي نوع عندكم يعني واذا ما عندكمش يعني تقدروا ديروا بيشاميل ودخلوها تحمر يعني ماشي شرط خماش غابي فرماج غابي باش يزيد هذاك الحمارة من فوق ويزيد البنه هنا كان عندي نص مش بزاف تاع تاع الكوده سيدار بزاف بنين هذايا البنات واش نقول لكم يطلق واحد البنه ويدوب يروح كامل كنت شريته من قبل نص ما عمليش درت به وبقى لي نص في الفريجيدار كمل درت به هاد الكغاطه كيما قلت لكم يا البنات يجي او شوفوا راهو كونتيتي قليلة عم بكم دابا هنا بعد كي عاد البيشاميل سخونه كي صب كي فوق البيشاميل ديجا بدا دي يدوب دخلت هاي البنات الفور كي كيما قلت لكم غير شويه وخرجتها ها هي لكم الكغاطا تاعي واجده وش نقول لكم يا البنات تاكلوا يديكم من وراها جربوها اللي يحبوا جربوها كي راح تعجبكم وعلى ما اظن راني شاركتها معكم من قبل في القناه راني دايره بزاف لي غوسيت تاع لي هذا أه هو عشايا طاب خفيف ضعيف <applause> شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا البنات وخليت لك هاطه تاع يبرد يعني نوجد دائما كيما قلت لكم كي نوجد عشايه من قبل باش نتهنى منه ومن بعد رحت يا البنات عندي الطابليه تاع جانا والشيميزي تاعها قاستهم بال بالفاتر هذاك اللي يكتبوا بها هم داير كارثه كم تعرفوا الاولاد صغار وما يعرفوش كامل راه يقيسوا قشهم يقيسوا طابلياتهم بهذا الفاتر شوفوا ما واحد ما يكذب عليكم واحد ما يديكم واحد ما يجيبكم واحد ما يقول لازمكم لازمكم برودوي لازمكم هكا شتو جوست, جوست كي تروحوا ولاد يجيوكم ولادكم هكاك يعني كي تكون طاشة جديده يعني ماشي تخليها سمانه ولا تخليها ما يعني يومين قاعده تخليها ليله بالك شويه يومين تقعد هذيك الطاشه مهما ديري لها مش راح تصنعها مي كي تعود جديده يعني انا جانا كي جبتها العشيه بعد بك بقدرت العشاء ومن بعد يدك رحت حكمت هذيك لي طاش تاع الفاتر في طابليتها بصابون يا البنات يكذب عليكم صابون طرف ولا صابون سيدو هادو الزوج سيدو ولا صابون طرف يعني انا هادو اللي راني مجربتهم حاجه خلاف مانيش مجربتها يعني ما نكذبش عليكم نحكمهم صابون طرف نحكم مليح مليح يا البنات وتروح الطاشا والله ما تبقى وهنا شوفوا قاست حتى الشيميزي تاعها شوفوا كيفاش قاستها فيها نقطه بكطاشا حكوهم مليح ونشروهم يا البنات يعني اذا غسلتهم صباح حطهم في الشمس يعني غسلتهم مع العشيه حطيتهم الصباح طلت فيا من الشمس طلت فيا الشمس صباح يعني جانا ما تقراش حتى ال حتى ال10 ونص طلت فيهم الشمس صباح شوفوا النقطة ما قاعد يعني راحت تخلص وعاد ما تبانش شوفوا يا البنات كيف تحكوا كي تحكوا بصابون طرف كيفاش تبدا هذيك لاكولور تتحل وهنا شوفوا الطابليه تاعها هي تنحاو ليطاش ولات نظيفه الشعر وصلنا لنهاية لا يا البنات منا كانت عجبتكم ما تنساوش تخليو لي جام كومنتر وما تنساوش تبارطاجيوها نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي الجايه ان شاء الله تهلاو في روحكم وبقاو على خير